اللقطة اللي شافتني فيها ماما كي دخلت للدار ما امنتش، قالت لي ما امنتش، قالت لي شتي درتي تجي الباب ديريكت؟ قلت لها وي ماما درت تجي الباب. واكيد فرحت بزاف، كانت فخوره بيا اكيد. مع الاول ما كانتش مامنه كما جميع اللي يعرفوني ما امنوش كي شافوني خطره الاولى. باغ اكزومبل انا قبل كنت نحوس على سعاده كي نروح ندير شوبينغ، ولا كي نخرج مع صحاباتي، ولا كي نشري ماكياج، ولا تما كنت وهكذا كنت ما كنتش نحس بالسعاده، كنت زعما كنقنع روحي بلي راني سعيده. لكن الان الحمد لله بعد ما تبت وبعد ما راني قريبه لربي سبحانه، ربي عطاني في قلبي راحه وطمانينه وفرحانه وحمد ربي على كل شيء عندي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ما تلقيتش الانتقاد من الناس البرانيه، الناس البرانيه او كونترير كان عندي واحد التشجيع من عند البنات اللي جاوا عندي الصفحه تاعي في انستغرام، شجعوني بزاف. كاين حتى اللي بكاو، كاين اللي قالوا لي اثرتي فينا وحبينا نديرو كيما انتيا، وهاد الحاجه فرحتني بزاف بزاف بزاف. وما كانش عندي كاع انتقاد مواقع التواصل الاجتماعي، بالعكس زادوا عدد المتابعين تاوعي وزادت المحبه تاع الناس ليا. الانتقاد جاني من الناس اللي كانوا قراب ليا باسكو دوك انا الحمد لله قريبه غير ربي سبحانه. جاني الانتقاد من عندهم، هبلت، شوفوا غرق على روحها في الدار، وشنو هاد المعيشه اللي عايشتها، هما اللي راهم في الغفله. بصح معليش، انا نتمنى لهم الهدايه على كل حال. يغيضوني اللي يقولوا هكا باسكو هما راهم مازالهم عايشين في مازال مغرتهم الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أكيد كانت صدمة اللي كان الناس اللي كانت تعرفني، باسكو يعرفوني كيفاش كنت وكيفاش كنت نحب نعيش، كيفاش كنت مهتمة بالمنظر تاعي، كانت ليهم صدمة كبيرة. اللي قراب ليا ولا اللي بعاد عليا، تقدر تقولوا حبست المواقع أو نقص، لأنه وليت نشوف بلي ما وليتش نقدر ما ننتميش لحياه الانستغرام. من القدام ان شاء الله اذا ربي يحب اني نبدل المحتوى تاعي ونقدم محتوى اللي افيد الناس، اكيد اللي يناسب نسرين تاع دوك ماشي نسرين قديمه. الحمد لله ما كاش حاجه ما تصلحش. كما انا كنت ديجا دايره وشام في يدي اللي ما نحبش نوريه دوكا باسكو ما رانيش فرحانه به وما رانيش فيه، مي الحمد لله راني نحي فيه. كنت ندعي ربي بعد عليا المعاصي وبعد عليا الذنوب. الحمد لله انا هذه الخطوه خطيتها وحدي، وربي سبحانه كان معايا في كل خطوه كنت نخطيها وفي كل دعوه كنت ندعيها ربي كان يستجيب لي. ولانه قلت لكم انا تاني كنت حابه، لو كان انا ما كنت حابه لو كان مازالني في الضلال.